فاطمة مظهر شقيقها فنان كبير، وتزوجت مرة واحدة وأنجبت ابنة وحيدة، وسبب اعتزالها الفن وآخر أعمالها وسبب وفاتها. ولدت فاطمة مظهر عام 1943، وهي الأخت غير الشقيقة من الأب للفنان أحمد مظهر، والذي يكبرها ب 26 عام. اسمها بالكامل فاطمة حافظ مظهر. تخرجت من كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية، وعملت لفترة كمدرسة للغة الإنجليزية، ثم تخرجت من معهد العالي للفنون المسرحية عام 1973. كان أحمد مظهر رافضاً في البداية لعملها في الفن قبل أن تنهي دراستها الجامعية. كان أول أدوارها في التلفزيون مسلسل القاهرة والناس عام 1972 مع نور الشريف وبوسي. تزوجت فاطمة مظهر عام 1970 وأنجبت ابنتها رانيا عام 1971. لها أدوار كثيرة مميزة في التلفزيون مثل أبناء العزاء شكراً عام 1979. كان آخر أعمالها الفنية في التلفزيون أيضاً عام 1997 مع يوسف شعبان وعبلة كامل في مسلسل الماضي يعود الآن. وبعدها اعتزلت فاطمة مظهر الفن وقالت أن الأعمال التي تعرض عليها غير مناسبة، وأن الفن كان منذ البداية مجرد هواية بالنسبة لها. عاشت حياتها الأسرية الهادئة بعيداً عن الأضواء والإعلام. توفيت فاطمة مظهر يوم الأربعاء 27 إبريل عام 2022 عن عمر 79 عام بعد صراع طويل مع المرض، حيث كانت تعاني من عدد من الأمراض المزمنة في السنوات الأخيرة.